إذا زرتم متحف لاهور الباكستاني يوماً ما فستجدون صورة لفتاة طويلة ونحيلة، وجهها مستدير ولها شامتان على خدها الأيسر، بعيون سوداء متقدة وشعر أسود غزير. تلك هي زيب النساء. من هي وما حكايتها؟ سأحكيها لكم هنا في ملخص القصة. في أحد الحصون المنيعة بمدينة دلهي، قضت الأميرة والشاعرة الصوفية زيب النساء 20 عاماً في سجن والدها الإمبراطور الذي جافاها بعد أن كانت أحب أبنائه إلى قلبه، وهناك وافتها المنية، ولم تخلف وراءها سوى قصائد شعر صوفي جمعت فيما بعد في ديوان حمل اسمها المستعار، ديوان مخفي. فما قصة تلك الأميرة؟ وما الذي استدعى غضب والدها عليها إلى هذا الحد؟ كانت زيب النساء المولودة عام 1638 الابنة الأكبر للإمبراطور وطفلته المدللة. بلغ حبه لها أنه كان لا يرفض لها طلباً. تلقت زيب النساء تعليماً يليق بأميرة مسلمة، فتأدبت على يد محمد سعيد أشرف مازندراني الذي كان شاعراً فارسياً عظيماً، وبرعت بمجالات الفلسفة والرياضيات وعلم الفلك والتاريخ واللاهوت، وأتقنت اللغات الفارسية والعربية والأردية كما كانت خطاطة موهوبة. حصلت زيب النساء على لقب حفيظة في 17 من عمرها، وكبرت زيب النساء لتصبح مكتبتها الشخصية من أعظم المكتبات في البلاد. كانت تحب مساعدة المحتاجين والأرامل والأيتام، وتغاضب على إرسال الحجاج إلى مكة المكرمة على نفقتها الشخصية. وعلى الرغم من أنها كانت ابنة الإمبراطور، فإنها اعتمدت مظهراً بسيطاً متقشفاً مقارنة بغيرها من الأميرات، ولطالما كانت ترتدي اللون الأبيض. أما زينتها فقد اقتصرت على عقد من اللؤلؤ حول رقبتها. تقدم كثيرون لخطبة الأميرة، لكنها رفضت جميع خطيبها وآثرت البقاء عزباء طوال الحياة. وكان ملك إيران من جملة خطيبيها، إضافة إلى العديد من أمراء المغول، لكنها كانت ترفض قبول أي طلب زواج قبل أن تقابل الخاطب، وفي كل مرة لم يلقى أحد استحسانها. لا يعرف المؤرخون تحديداً كيف ولماذا غضب الإمبراطور على ابنته المحبوبة والمدللة، لكنهم يعرفون أنه سجنها لمدة 20 عاماً في حصن سلمجهرف بمدينة دلهي إلى أن فارقت الحياة عام 1702. يعتقد بعض المؤرخين أن علاقة غرامية سرية نشأت بين الأميرة زيب النساء وعقيل خان الرازي الذي كان شاعراً يشغل منصب محافظ لاهور، الأمر الذي أغضب الإمبراطور ودفعه إلى عدم الثقة ثانية بابنته وسجنها. وبغض النظر عن السبب الذي دفع الإمبراطور إلى أن يصب جام غضبه على الأميرة زيب النساء، فقد قضت الشاعرة 20 عاماً من عمرها في السجن، وتوفيت بعد 7 أيام من مرض شديد ألم بها، لتدفن في دلهي، ولا يزال ضريحها موجوداً إلى اليوم، ولها ضريح آخر في لاهور، ولكن لا يعتقد أنه الضريح الذي فيه رفاتها.